مساء الخير. هل انتهى الدين بمفهومه الكلاسيكي أم نحن ننتظر علامات الأزمنة؟ فالاتجاه اليوم صوب الروحانيات والذي ينتشر في كل العالم يطرح أكثر من سؤال في هذا الإطار، وبين نظرية الدين الواحد وتعدد الأديان، وبين الفكر الجديد في الخلط فيما بينهما واستخلاص العبر، مسألة تستدعي التوقف عندها والبحث في أسبابها ونتائجها. وإذا كانت الأديان كلها تدعو للوصول إلى الله، فلماذا لا نعتمدها كلها؟ بين الدين والروحانيات عنوان حلقة الليلة من نقطة على السطر، وفيها نتوقف عند ظواهر عديدة يشهدها عالمنا ترسم خريطة طريق لمستقبل الأديان في الكون. مشاهدينا، اتصالاتكم وتعليقاتكم بنتلقاها عبر الهاتف أو عبر الأس أم أس. ايضا ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك واعطونا رايكم. معي لليله بالاستوديو الابولوس مرديني دكتور نسيم شلهوب، فيزيائي وكاتب وباحث في الشؤون الفكريه والفلسفيه، ودكتور جيلنار وكيم، استاذه جامعيه وباحثه اجتماعيه. اهلا وسهلا فيكم ضيوفي معنا لليله ببرنامج نقطه على السطر. سوا نحن وياكم الليلة على هالطاولة رح نبحث موضوع بين الدين والروحانيات، وأيضا بسياق الحلقة رح نتوقف مع تقارير خاصة بالموضوع. البداية معك دكتور جيلنار، ورح أرجع مرة جديدة أمسي عليك بالخير. أهلا وسهلا فيك معنا لليلة. سؤال الأول لحضرتك، إلى أي مدى تعتقدين أن التأثير الديني هو من يحدد استمرار الدين وتفاعل الناس معه؟ التأثير الديني مرتبط أول شيء بمسألة الموت والحياة ما بعد الموت. طالما ما في جواب حقيقي، الأديان بتعطي جواب وبتفسر وبتعطي تفاصيل عن الحياة ما بعد الموت، أو الثمن اللي ممكن ندفعه بالنسبة لتصرفاتنا الإيجابية والسلبية، ولكن بعده الإنسان عنده سؤال حول مسألة هالتراجيديا اللي اسمها الموت. النقطة الثانية هي إنه أي شيء بيفقد تأثيره وبيزول، فطالما الدين عنده تأثير فإذا الدين موجود، ولو فقد تأثيره ما كنا اليوم بنحكي بالدين، ولكن كمان لو فقد تأثيره بيفقد تأثيره وبيعود التأثير، وهيدا مرتبط بمسألة القوميات والانتماء القومي أو الانتماء الديني، وهيدا رح نحكي عنه بسياق الحلقة. هي حلقة يعني ممكن يخف بأوقات ويرجع يقوى بأوقات، وهيدي شفناها يعني مثلا إذا بناخذ مثلا الاتحاد السوفيتي، بالاتحاد السوفيتي لفترة طويلة كان مسألة الدين مسألة كثير خامدة، محلات كانت ممنوعة، بمحلات كان ممنوع ممارسة الدين، محلات كان مسموح ولكن بدون ما يكون كثير ظاهر. اليوم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عودة الروحانيات بشكل كثير كبير بروسيا وبدول ثانية، فإذا المسألة حلقة. ولكن الليلة بدنا نميز ما بين الدين وبين الروحانيات الجديدة اللي عم نشهدها اليوم، إن كان بالعالم الغربي وبعالمنا العربي. يعني بفهم من حضرتك طلعات ونزلات، أكيد ما عم نحكي عن زوال الدين، لو ما هيك ما كان بعده موجود وكنا عم نحكي فيه اليوم، ولكن بشكل أو بآخر في بعض اليوم الروحانيات تهدد الدين. رح نحكي أكثر بالتفصيل عنها هالنقاط بسياق حلقتنا. بنتقل لعندك دكتور نسيم، هل نقدر نقول أنه انتهى عصر الدين بمفهومه الكلاسيكي، وهل هناك مفهوم كلاسيكي للدين؟ قبل ما نجاوب على السؤال، المفروض أنه نعطي تحديد علمي للدين بالمفهوم الكلاسيكي. هلا أنا برأيي في مفهوم شعبي وفي مفهوم شخصي يختص بكل إنسان يفهم على ذوقه. قبل ما فوت بهالمتاهة كلها، رح أجرب أنا أقرأ مقطع صغير من كتاب صدر لإلي من أقل من سنة، اسمه غريبة هذه الدار نحن فيها ولا نعرفها. نأتي الدنيا غرباء نذهب منها غرباء، نأتيها ولا نسأل نذهب منها مكرهين ولا نعرف عنها شيء. بهالكتاب في 80 مفهوم وجداني، من جملتهم اللي عم تسأليني إياه، خليني حدد بالنسبة لإلي أنا شو مفهوم الدين. بقول بمفهوم الدين، ليس الدين مؤسسة نؤطر النفس في علب قوانينها، وليس مجموعة تقاليد نمارسها أو شعائر نرفعها وممارسات نتوارثها أو صلوات نرددها عن ظهر قلب. هو كلهم مننفيهم وكلهم معتمدين من العالم بالشكل الكلاسيكي. وليس الدين معتقدات نستوردها نفلسفها نفصلها على مقاسات تناسبنا، ولا هو خيالات عجائبية
ترضي بعضا من تمنياتنا الدنيوية أو الأخروية. ظهر المسيح محل فلاني وبنركض. نعم. برم تمثال العذراء وبنركض. ولسنا نرى في الدين عصبا يجمع فئة من الناس يعبئها بمشاعر انفعالية يضعها في قوقعة التعصب المؤدي إلى كره كل من لا ينتمي إلى الجماعة ذاتها. يظلم عليها آفاقها، يبعدها عن رسالة الدين الأوحد. أنا أدعو أن يكون بالخليقة كل دين واحد، دين للعابد والمعبود، والإنسان يختار المذهب أو الطريقة يلي بده يصلي فيها يعبد فيها. نعم. بس كلنا نتلاقى بعده، كلنا نتلاقى في الإيمان. وهون بدنا نميز بين الدين والإيمان. نعم. وتنحكي هيك شيء سريع، بقول الإيمان يجمع بالله بينما الدين يفرق. نعم. هون يعني لازم أكيد أنتقل عندك أب مرديني. نعم. هيدا هو مفهوم الشخصي لدكتور شلهوب حول هيدا نصه. الدين يعني هيدا مثل مقدمة صغيرة، خلاصة. هل بتوافقوا رأي؟ قبل ما أجاوب أول شيء، لأنه في عندك أشياء بدي وقف عليها للدكتور. نعم تفضل. بدي بلش بالصلاة الصغيرة عادة، إذا ما صليت ما بحكي. تفضل. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا روح الرب اللي بتحكي بأبنائك وبناتك واللي شهد لك الابن الوحيد يسوع المسيح وقال بتلك الساعة لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم، أعطينا الكلمة اللي بتريدنا نقولها بهالوقت والجرأة لنقول الحقيقة اللي أنت ولدت لتشهد لها، وأعطينا يا رب نطلب رضاك قبل رضا أي إنسان لأنك أنت وحدك يا رب اللي بتبقى للأبد. بارك هالقناة، بارك كل اللي عم بيشاهدوا هالبرنامج، وبارك كل اللي عم بيتعبوا لحتى يصل لألهم. أمين. أمين. أول شغلة بدي أميز عدة أشياء. ما منقول مع احترامي لك دكتور يعني شخص التمثال العذراء، لأنه حسب الكتاب المقدس نحن ما بنصنع تماثيل. شخص العذراء أو القديسين، ما بدي أقعد بأشرح الفرق لأنه بناخذ وقت طويل. ما في مشكلة. نعم. هي أول شغلة. هي أول شيء. تاني شيء الدين، خليني أميز بين اثنين. أنا كمسيحي ما بقدر بقول بخلط كل الأديان بدين واحد، لأنه هالفكرة كليا ما بتتناسب مع مسيحيتي. تاني شيء أنا لا أؤمن بدين، لأنه الدين إذا مثل ما تفضل الدكتور هو حرف، هو قوانين، القانون بيتغير. والقديس بولس بيقول الحرف يقتل أما الروح فيحيي. نعم. ولا في إنسان بيقدر يعلي بالروح. لهيك السيد المسيح قال كلامي روح وحياة، السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. أنا أؤمن بشخص اسمه يسوع المسيح، ما بزايد عليه ولا بنقص من تعليمه. هلأ مع الوقت بستوعب تعليمه كل يوم أكثر من اللي بعده. هيدي مسيرة الروح القدس اللي وعدني فيها الرب يسوع، اللي سأرسل لكم معزي آخر بفهمكم كلامي وبذكركم باللي قلته. فإذا كمسيحي ما عندي دين، مع أنه الكلمة المتعارف على أن أنتمي للدين المسيحي، أنا أنتمي إلى شخص المسيح. نعم. طريقة تعبيري عن هالإيمان هي مجموعة من القوانين والشرائع وحياة الديسين وتعليم الكنيسة اللي عملوا مجموع علاقتي مع الشخص. نعم. بس هالعلاقة قبل التطور، بس الشخص ما بيتغير. نعم. بس قابل الفهم كل يوم. لهيك أنا ما بقدر بقول كل الأديان بدها توصل لدين واحد، لا، لأنه أنا عندي طريق واحد والمسيح حدده، لا أحد يذهب إلا الآب إلا بي، أنا الطريق والحق والحياة. يعني هيدي تقطع الطرق لكل هذا واضح، والمسيح أنا الباب الخراف، لا أحد يدخل ويجد مرعى إلا بي، وكل اللي أجوا قبلي قال بعدي اللصوص وحدد، فإذا أنا عندي شيء واضح، ما بجي بحط المسيح ورا ظهري لأنه ديستانسي، بعدين مسيحيتي ولا مرة كانت انغلاء مع المسيح على حدا، ولا مرة كانت كبت لحدا، ولا مرة كانت فرض لحدا، وطالما يسوع شخص حي وكل يوم عم بتفاعل معه أنا، معناته أنا بكتشف أعماق ذاتي، لأنه ما في إنسان بيقبل أنه هو مجرد مادة فقط. ولا ما كانوا الفراعنة عملوا أهرامات وعملوا قبور وحنطوا أجسادهم لأنه أمنين في حياة تانية،
نفس الشيء بحضارة المايا، نفس الشيء بكل الحضارات. فإذا الإنسان بأعماقه بيبحث عن الروح. نعم. والمسيح هو روح. طيب أب مهديني، رح أطرح عليك سؤال. اليوم الناس تتجه أكثر صوب الروحانيات وبتستقيها من مصادر مختلفة وبتجمعها حتى تشكل سلم قيم ومبادئ. هذا الشيء ما بيعني زوال تأثير الدين الواحد؟ رح ضل استعمل كلمة الدين بالمفهوم الكلاسيكي اللي بيستعمله العالم. أول شيء غلط، لأنه فهمنا للمسيح صار فهم كتير سطحي. ولما أنا ما بفهم الآخر بفتش على غيره. بس أنا لو أعرف الكنوز اللي عندي بيسوع المسيح ماني بحاجة لغيره. واليوم الكنيسة اللي على مدار 2000 سنة بكل طوائف، أنا ما بحكي طائفة، أنا بحكي مسيحيا، بكل طوائفة وتعبيرها، اللي عطت مبدعين، عطت قديسين، عطت الناس خدموا البشرية بكل مجالاتها، من الفن للمرض للاحتياجات اللي بدك يا هدول، أنا لقوا بشخص يسوع المسيح كائن حي وعم ينبض حياة من شخص موجود بالقبر. اليوم تدي تقولي لي مادري تريزا ما قدرت تعمل تحمل روحانية لكل هالمحل اللي اشتغلت فيه؟ ما كانت مجرد ممرضة عم تخدم بالمادة وشهدت للحياة. اليوم فيك تقولي لي جسد للديس شربل أو رفقة، هدول عم بيشهدوا الإنسان ميت أو لروحانية عاشوها ولا خبرة عاشوها مع الرب. نعم. فإذا في جهل للمسيح مشان هيك عم فتش على غيره. نعم. دكتور جيلنار، ليش برأيك الإنسان بيفتش بين دين وآخر؟ أول شيء مفهوم الدين مسألة فينا نبسطها شوي، إنه كمان الدين بالإيجابيات اللي حملها، الدين كمان بحد كتير من الإنسان. وإذا كل الوعد بدي نبش على الأجوبة بهيدي الطريقة، أنا بعتبر إنه بعد عم نحد المجتمعات وعم نحد العالم. الدين كمان تعاطي مع الدين ورجال الدين. أعطيني شيء بالمسيحية. رح أحكي رح جاوبك. اولا خلينا ناخذ مثلا النظريه الماركسيه بالنسبه للدين. الدين بكل بساطه لخصها كارل ماركس بانه الدين افيون الشعوب نسبه للشعوب. لما انا لما انا اقول له لانسان فقير انه انت بدك تقبل فقرك لانه بعدين بالحياه ما بعد الموت رح تكسب حياه ثانيه، انا بكون عم حد من فكره وعم حد عم بخليه يقبل اللا عداله يلي إذا بدنا نحكي بتعاليم المسيح، بتعاليم المسيح اللا عدل غير موجود لا على الأرض ولا فوق. فأنا عالمة اجتماعي رح اكتفي بالحكي على الأرض. ما فينا نتعاطى إنه الدين ما عطى غير أجوبة إيجابية، لأنه بالآخر نحن بشر ونحن بنعمل كمان تفسير للأديان بأشكال مختلفة. هيدا نظرية الماركسية يلي لحقوها ملايين من الناس. فيني وافق على النقطة؟ لا بدي خلص. خليها تخلص فكرتها ورح أعطيك حق الرد أب مردين. بالنظرية الماركسية، النظرية الماركسية ساعدت الناس إنه تتحرك وتعمل ثورة على ناس كانت باسم الدين عم تسرق منهم مصاري وعم تنهبهم كرمال يبنوا كنائس. الكنيسة مهمة، ولكن شو الأهم؟ مش البشر، مش نعلم البشر. وهيدا اللي أدى للكنيسة البروتستانتية اللي انشقت عن الكنيسة الكاثوليكية وأصبحت كنيسة تعتمد على البشر ولا تعتمد على الحجر. نعم. مسألة تانية عنا كمان نظرية فيبر اللي بيحكي إنه لا الدين مسألة لدينا رد عليك خدي واحدة ورا التانية، هيدول كلهم مرتبطين ببعض. نظرية فيبر بيركز على إنه لا، الدين بيكون من طريقة تعامل الناس مع المجتمع، واعتبر انه كل ما واحد اشتغل اكثر كل ما قرب من ربه اكثر. من شانيك منلاقي بشخصية الانسان البروتستانتي في فرق كتير كبير بين تكوين البروتستانتي وتكوين اي مسيحي اخر ان كان كاثوليكي او ارثوذكس. فاذا ما فينا انا كل الوقت اعتبر انه ايه انا معي كلمة المسيح وانتو بدي الغيكم. نعم. دكتور جيلنار وصلت الفكرة عن شرق اسيا. ما بتعطيني مجال ارد. لأنه ما خلصت حضرتك قطعتني عدة مرات. يعني عن هذه الأمثلة اللي عطتها دكتور جيلنار بدي أطلب منك أمرديني، ولكن بشكل سريع أنه نجاوب حتى ننتقل لنقطة أخرى. أول شغلة أخذتي إذا بدك الماركسية، لما بيجي شخص بيستغل الدين لمصلحته الشخصية مش معناتها الدين غلط، تطبيق غلط. اليوم إذا في أطباء تجار مش معناتها الطب سيء، وإذا في معلمين سيء مش معناتها التعليم سيء، وإذا في جامعات بتستغل طلاب مش معناتها كل الجامعات سيئة. ما بقدر أنا بضرب شخص لأنه اللي عم طبقه غلط المبدأ تبعه، هي أول شغلة. إذا كان بروسيا في طبقة حاكمة وطبقة كان من مصلحته يبقى الناس فقرة وناس معترين، مش هذا اللي بشر فيه يسوع اللي ولد بمغارة واللي راح يدافع عن إليعازر واللي طوب المساكين والجوعانين، مش الجوعانين معناتها يقعدوا جوعانين، معناتها طلب مني أنا قال لي بدك طعمي خيك، وقال لي أنت كل مصرياتك ما بتوصلك للسماء وأعطاني مثل الغني الجاهل، وقال لي كل ولايمك ما بتسعدك وأعطاني مثل الغني وإليعازر، وقال لي بيلاطس بكل عرشه ما استمر للأبد مع أنه
كان المظلوم هو اللي بقي للابد اذا انا عم شوف المسيح حياته. ثاني شيء تيجي تقول المسيحيه مع خاصه تميز بين الانسان الانجيلي والانسان الكاثوليكي، هي بترجع لنظره تعامله مع الله. يسوع ولا مره شجع انسان للكسل، ولا مره شجعني يكون انسان بطال ما بيعمل شيء باسم مسيحيتي. مسيحيتي بتحسني اني اشتغل واني اضحي واني اعطي من ذاتي. وعلمني القديس بولس ان المسيح لم يرضي ذاته ولكن ارضى الذي ارسله. واذا كان اكل اللحم يشكك اخي لا اكل لحم للابد. وعلمني قديش بدي اعطي من ذاتي، وعلمني بدي اطلع من ذاتي للاخر. فاذا انا ما بجي بظلم الدين وبقول هو اللي بيحدني هو اللي بيعيب، ما بجي انا كمسيح اليوم اذا في انسان مظلوم والثاني عم بعمل لي كنيسه بقول له الله يباركك بقول له انت خليك مظلوم. انا ضد انك تبني حجر حساب البشر، بس يوم اللي فيه بشر بدهم يشهدوا لوجود الله من خلال الحجر. اي بدنا نعرف. بس بدي رد بشكل سريع لانه رح اولا انا ما قلت انه الدين سيء، قلت الدين افيون الشعوب لان انا قادره استغل الناس من خلال الدين. كل شيء فيك تحاوليه استغلال. اوكي، لكن هيدي النقطه الاولى. ثانيا حضرتك بالطريقه اللي عم توصف فيها ابونا بولس دون حضرتك ابونا بولس خيس قبل ما نعيد على العرش حضرتك احترام يعني بس يعني بتقولي لبيك بيك ما بتعرفي نعم. خلينا نكفي دكتور جنا لما تقول انه نحن في دين واحد بنلحق يعني كلمه المسيح. اول شيء هذا بالنسبه لي كمسيحي وما بزيد عليها. تفضل. بس خلينا بس كل واحد يوضح فكرته. عم تقول انا دين واحد عم بحكي كمسيحي وانا مسيحيتي ما بزيد عليه هذا الطريق بالنسبه لي يسوع انا ما بزيد عليه. رح اطلب منك ابو مرزيني كل النقاط اللي بتحب ترد عليها لجينار دكتور جينار بنرجع بتوقف عندك بس خليها تكمل فكرتها. تفضلي دكتور جينار. فكنا عم نحكي عن مساله انه بنلحق المسيح بالاخر. كمان في شغلتين بالنسبه للدين. الدين مثل ما كان الدكتور عم بيقول انه في الحق الحكايه ممكن الحق القصه واتمثل، بس كمان الدين فلسفه. طب هيدا الانسان يلي باليابان مثلا بيؤمن ببوذا او بيؤمن بدين ثاني هو دينه مسميه بوذا، يعني هيدا الانسان ما بيكون منيح اذا منه لاحق المسيح شخصيا. يعني ما تقولي كلامي بلي ما قلته، اسمحي لي انا ما قلت باقي البشر رايحين على جهنم او عايشين منيح او مش منيح، مش انا اللي بدين، هي الدينونه لله. وانا اؤمن باللي قاله القديس بولس قال الذين ليس عندهم الشريعه عندهم ضمائر تشهد فيهم واعمالهم الصالحه بتشهد فيهم. يسوع بالمسيح قال بالانجيل الزنات والعشارين يسبقونكم الى ملكوت السماوات. ما خليني اجاوبك على النقطه لانه انا ما حكيت عم تحكي شيء عم تقولي شيء ما قلته انا. ويسوع قال مش ابونا بولس قال الله قادر ان يقيم من الحجاره ابناء لابراهيم ويوحنا المعمدان قال انا ماني ابو الناس رح انا كمسيحي لا ازايد على مسيحيتي. وهون بس بدي تفهمي يا النقطه بالنسبه لي. خلوني دكتور جيلنار بليز لازم تقبل عن دكتور شلهوب. بدي رد عليها لانه قلت انه كل ما ياتي بعدي هو دجال. هيدا كثير مش كلامي هذا المسيح اللي قاله مش أوكي. المسيح. ولكن هيدا ايمان يعني هيدا كلمه الله بالكتاب المقدس. لما يجي من رجل دين بيسمعوه كثير ناس ليش بدي يكون خاطئ اذا هذا كلام يسوع ولكن هيدا مش كلام كلام الرب يسوع الموجود بالكتاب المقدس. تفضل دكتور. لانه اللي حكاه في كثير من التناقضات وال اول شيء لما عم يجاوبني قال انا برفض الخلط بين الاديان. ما حدا طلب انه نخلط بين الاديان، بالعكس انا عم بحط شابو دين واحد عابد مش كل ما بدنا نقول لا بدي افهم شو شوي ما عم لك ما تقطعني عم نقول دين واحد عابد ومعبود. نحن خلقنا مفطورون على العباده والله أعطى الإنسان نعمة استشرافه خصه من بين كل الكائنات. كل الكائنات لا يعلمون بوجود الله. الله خص الإنسان بنعمة وجود استشرافه أو استشراف وجوده مشان تيصير فيه هالديالكتيك بين العابد والمعبود. يعني الله فطر فينا العبادة بس ما أيد لنا إياها. أنا في أعبد مسيحياً، في أعبد ماركسياً، في أعبد شو ما بدي بوذياً، بس ما في يقول أنا مسيحي وأنت مسلم. سوزان توندوي عم بقول أنا على حق وأنت على خطأ، وقال لك أنت أنا وياك بفرد دين. وما في كفي يقول أنا خلقت للسماء لأنه لا يخلص أحد إلا بالمسيح، وأنت تنتظر كجهنم. أصبحت أناني لا أستحق السماء. 71 شيعة مسيحية
و72 شيعة مسلمين كلهم يقولون بهذا القول، نحن لنا السماء وبس. شو هالكلام؟ حتى المسيح يرفضه، وحتى حضرتك هلأ من شوي، ولو كان حضرتك بنقولها، قلت انه من ليس له ناموس كمان ممكن يخلص، قلت عنده ضمير هالديث بولس يعني، والزنات والخطأ قد يسبقوكم. هذا كلام المسيح. ولكن خلينا دكتور نميز، بس بدي اطلب نعم دكتور دكتور بس خلينا نميز ما بين ما عم بيقول اب مرديني رأيه الشخصي، ولما يكون عم يرتكز على كلمة الله اللي هي موجودة بالكتاب المقدس وهي ركيزة الإيمان المسيحي. الكلمة الموجودة بالكتاب قال عدة كلمات منها، وهالكلمات ما كلهم ماشيين فرد سكة، في كلمات أعطيني كلمة هلا يسبقكم الزنات والخطأ. عم تشرح اللي عم بقوله بطريقتك، وهذا مش مظبوط. ما بتأول كلامي وكلام الإنجاء بطريقتك. مش عم أول لا كلام ولا كلام الإنجاء. أنا هكذا أفهم الموضوع. لا 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 مش مظبوط. أنا ما قلتك، أنا قلت أول شيء أنا لا أحد بس الخلاص بالمسيحية اللي بروح على السماء. خليني جاوبك. لا خليني كفي. قلت الخلاص بيسوع المسيح، انتبه. يعني في فرق كتير كبير. في خلاص بغيره. خليني جاوبك. ما جاوبني على هاي. بدي جاوب. في خلاص بغيره. لا ما في برة يسوع. خليني خلاص. بس كان واضح لأنه لا أحد يأتي إلا الآب إلا بي، وبهذه الطريقة قطع الآية، يعني هالآية بتقطع الطريق على السبل الأخرى. لا مش بس ما بخليني أشرح له. يسوع المسيح، اسمعني يا خي، يسوع المسيح مانو شخص جامد، مانو قانون. يسوع المسيح حياة. بإنجيل الدينونة العام مرجع لمتى 25، أنا بعطيك مراجع إنجيل، مش بحكي رأي الشخص، انتبه، لأنه رأي الشخص ممكن تشارع أنا وياك وتعجبك أو ما يعجبك. أنا بعطي مرجع إنجيل بأمن في 1.5 مليار بالعالم. لما يسوع بيقول بالدينونة العام، بقول متى جاء ابن الإنسان في مجدي تجمع لديه كل الأمم، ما حدد لا مسيحي ولا إسلام، كل الأمم. عظيم. خليني كفي. لما بيجتمعوا كل الأمم ما حاسبهم لأنه مسيحية أو لأنه غير مسيحية، حاسبهم على عمل المحبة. عظيم. كل شيء عملته صار يختلف. ما خلتني كفي. طيب لا كفي، بس خليني كفي. صار يختلف الكلام. ما خليني، ما بختلف أنا بعد كلامي. لما عملوا كل عمل المحبة قالوا بي قد صنعتم هالمحبة، وبالوقت ذاته قال لك كثير من المسيحية قالوا لما باسمك قد تنبأنا، أما باسمك صنعنا معجزات، إليكن عني إني لا أعرفكم أبدا. ليس من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، من يعمل. فإذا المسيح عمل وشخص، ومن هون قال أحد الباباوات القديسين، لو كان اليوم كان يوحنا بولس الثاني اليوم زخيره بلبنان ربنا يباركنا، قال لما زار الهند أنه غاندي إنسان عظيم وكان عايش مسيح أكثر كثير من المسيحية. فإذا أنا بحدد المسيح عمل، بحدده روح، بحدده حياة، بحدده مش بس أنا معمودية كتلت نقطة مي وعشك عكسها كل حياتي. هذا المسيح اللي شو بيمنعك فإذا نعم. تقول نعم. أنه قبل ما نكمل حوارنا في حضرت عابد ومعبود فقط. لا ما بقدر، لأنه أنا أؤمن نعم. بآب، أؤمن بابن، أؤمن نعم. بثالوث. هذا يتناقض. تؤمن بالذي تؤمن فيه حر. دكتور وأب مرديني مع اتصال، خلوني أخذ الاتصال وبرجع لكم. مساء الخير. سلام المسيح معكم. سلام المسيح معك، واسف انه عم اعطاكم. اول شيء بحب سلم كثير على ابونا وعلى ضيوفك. في شغله انا للحقيقه متعذب فيها، انه ليش الدكاتره اللي موجودين هن بدهم يحكوا عن شيء اسمه دين، وهن بدهم يحكوا عن شيء اسمه ايمان، وبنفس الوقت ما بيريدوا انه الكنيسه تتكلم او تتحشر او تحكي بشيء يلي اسمه علم. من شغله مثلا في الدكتور اللي قاعد على شمالك المشير نعم. ما بعرف شو اسمه، دكتور نسيم شلبوب، على بده يعمل دين وحده بالعالم. سوري مشير، بس نحن الفلسفات تبعوا الماسونيه بنرفضها. هيدا قصه انه كل واحد النسبيه، كل واحد بيعمل لي ديانه على ذوقه، كل واحد بيامن باللي بده اياه. كل شيء اسمه بعلمنا اياه المسيح يلي هو مخلص العالم الوحيد، واللي هو قال انه انا هو الطريق والحق والحياه. بقى هيدي قصة انه كل واحد بيعمر لي اله على ذوقه، هيدي نفس الشيء رجعنا لايام يلي كل واحد يعني سوري مثل ما بيقولوا عبادة الاصنام، يعني بيعمل صنم على ذوقه. بعدين في الدكتورة يلي عم بتقول نعم. وما بعرف ليه اصلا هي بدها تتكلم عن الدين مثل كانه خبيرة، عم بتقول انه المسيون نعم. العظيم اللي هو اسمه كارل مارك تكلم انه الدين هو افيون العالم. نسيت يا دكتورة حضرتك انه الشيوعية سببت بعشرات وعشرات وعشرات الملايين من الموت بالعالم. ما صدقنا امتى خلصنا من الشيوعيه. جاي هنا حضرتك تحكينا عن الشيوعيه اللي هي فسرت انه الدين هي افيون العالم وغيرت كثير. وسوري انه قطعتكم. شكرا مارون على اتصالك. دكتور جيلنار قبل ما تجاوبيه رح اتوقف مع تقرير، من بعده رح اعطيك الكلام وحق الرد. مشاهدينا رح نتوقف مع تقرير بيشرح اكثر موضوعنا لليله، منتابعه سوا. هل
انتهى عصر الدين بمفهومه الكلاسيكي؟ وهل بدنا نعيش بعصر الروحانيات؟ سؤالين إلن اليوم ألف جواب بعد ما صار الإنسان يبحث عن طريق الله بسبل مختلفة. تقنيات للاسترخاء تدعوك للتواصل مع الخالق كما تريد، علوم فيزيائية وكونية تدعوك لمد جسور الألفة مع واجد هذا الكون كما تريد، أي دون الرجوع إلى الكتاب المقدس أو تعاليم الله. حتى أنه كلمة الله لم تعد تطلق على خالق هذا الكون، بل استبدلت بعبارة مهندس الكون، الخالق، القوة العظمى، الروح الأكبر، وغيرها من العبارات لمحو الصورة الكلاسيكية يلي عرفناها عنه. وما يؤجج هالتوجه هو اعتبار من يسلك طريق الأديان أنه لم يجد طريق الله، بل أخذت الإنسان إلى التقاتل باسم الدين والعنف باسم الله. فالحصرية بالدين كما يقول هؤلاء هي السبب الأول لإلغاء الآخر المختلف دينياً، وبالتالي تباعد عنه إلى حد التقاتل. وما يساعد تلك المبادئ على الانتشار وجود شخصيات مؤثرة بالرأي العام تطل عبر وسائل الأعلام وتدعو الإنسان للتصالح مع نفسه والعودة إلى ذاته واكتشاف قدراته الباطنية والاتكال عليها دون ربط تلك القدرات بنعم الله أو بمحبته للإنسان، بل تشجع على تكبير مفهوم الأنا عند الفرد ليختار كما يريد التواصل الروحاني مع من أوجده في تلك الحياة. حتى أنه بعض الأقوال والحكم لتدعيم ذلك التوجه مستمدة ومستوحاة من الكتاب المقدس، لكن من دون الاعتراف بذلك، بل يعمد أصحاب تلك النظريات على تخليد هالأقوال باسمهم. لكن بيبقى السؤال، لماذا تجد تلك التوجهات إقبال كبير من الناس؟ أليس ضعف الدين وعدم قدرته على بث مفهوم قوي عن الله؟ دكتور جينار، قبل ما أسألك رأيك على التقرير بتحب تجاوبي شيء مشاركته لمارون؟ أولاً المسيحية يا مارون بتقلك قبول الآخر، فإذا ما بتقبل الآخر هيدا أول شيء بيكون منه كتير مسيحي بتصرفك. تاني شيء إذا بتحب تعرف شو شغلي، أنا دكتورة بعلم الاجتماع، مثقبة إنه شغلتي هيدي إنه أدرس تأثير الدين على المجتمع. فإن شاء الله أكون جاوبتك، حتى إذا ما قنعتك بعتقد هيدا جواب كتير مناسبك. ثالث شيء، إذا عم تحكي عن مسألة الشيوعية، أنا ما عطيت رأيي الخاص بالنسبة للشيوعية، بس أنا عطيت رأي مفكر عظيم أثر بكل العالم، واليوم بأمريكا بعد لهلأ تباع كتبه بأكثر دولة رأسمالية تحارب فكر كارل ماركس، ولكن هن ناس أذكياء بيعرفوا يقروا ويفكروا، بينما نحن للأسف شعب لا يقرأ ولا يفهم. بعدين إذا بتحب تعرف إذا شايف الشيوعية بس إنه هي مسألة عدم الإيمان بالله بتكون كتير غلطان، لأنه هي كتير بعيد عن هالمسألة. وأول شيوعي بالعالم هو المسيح يلي خلق بقماشي وتوفى بقماشي وآمن بعدها. فإن شاء الله أكون جاوبتك يا مارون. مسألة تانية، إذا نحن ثوبان فليعطي من ليس له 100%. وبعدين إنه مسألة نحن عم نعطي رأينا بجانب كتير علمي، منا نعم. عم نعطي رأينا الشخصي، ومنشان هيك نحن موجودين هون، ونحن من أول القعدة لا عم نقطع حدا ولا عم نتعدى حدا. إذا بدنا نكون القعدة مسيحية وحضارية مثل ما نحن بنحمل تعاليم المسيح، أول شيء نتعلم نحترم بعض. نعم، خلينا ننتقل دكتور جينار معك للتقرير. شو تعليقك على التقرير؟ ورد عدة أمور بحب أتوقف معك تحديدا عند الأنا. ركز التقرير على الأنا، يعني اليوم نلاحظ بهيدي الروحانيات والفلسفات والعلوم الجديدة في كتير تركيز على الأنا، وكنت ذكرت أنه الدين يحطم الإنسان، بينما إجت هيدي الروحانيات لتشدد على قوة وقدرة الإنسان. شو رأيك؟ يعني منرجع على مسألة الدين، الدين دايما الإنسان يبحث عن إجابات، بده أجوبة بهيدي الحياة. الدين بيعطيه أجوبة، ومنشوف إنه الدين بيطلع أكتر، الناس بتتدين أكتر، خاصة بالمجتمعات يلي لكتير يعني كتير من الأحيان بيسقط فيها الوطنيات، الانتماء الوطني بيزول أو بيخف، بيزيد الانتماء الروحاني، لأنه الإنسان دايما بده جواب. إذا بناخد مثلا إيران، الثورة بإيران كانت هيدا الناس قومية، كان انتماء قومي ناسيوناليست،
صار انتمائها ديني أكثر. ما الدين هي قومية كمان، هي يعني هي فلسفة تانية بننتمي لها. إذا بناخذ مثلا العالم العربي، إذا بناخذ بمصر بالخمسينات مع صعود القوميات بالعالم العربي كان في انتماء قومي أكثر وكان في قبول للآخر أكثر. طيب لما هالقوميات تسقط لأسباب مختلفة، إن كان الفساد أو إن كان وضع معين اقتصادي أو اللي هو، منلاقي إن الروحانيات بتطلع. ومشان هيك شفنا مثلا صعود الإخوان المسلمين بمصر من أول وجديد بعد ما كان خف تأثيرهم بشكل كبير. إذا منشوف صور الخمسينات مثلا ما كان في حجاب قد ما في اليوم، كله هيدا مرتبط كمان أحيانا باليأس تبع الإنسان بيبحث عن أجوبة بقلب الدين، وهيدا بلبنان مثلا كتير منلاقيها. نعم دكتور شلهوب، تعليقك على التقرير، وكمان بدي اتوقف عند نقطة هي ورد بالتقرير انه هناك تحريف او استخدام لكلمات الكتاب المقدس ولكن بشكل جديد، شو تعليقك؟ قبل ما احكي عن السؤال مباشرة بدي رد على السيد مارون. السيد مارون فهم بالدين الواحد انه ماسونية. نعم ما في شيء بيعلق هيب هيك، ما قالوا عليها الماسونية ساعت أن يقتتل المسيحيون ببعضهم بين اللي دخلوا جواتها واللي بقيوا برا، وأن يقتتل المسلمون ببعضهم بين اللي جواتها واللي برا. نعم. وبالتالي هي داعية فتنة، وأنا عم بدعي على توحيد الله. وفي عندي مقال كتير مهم اسمه الهرمية إلى الله. نعم. الهرمية إلى الله بشبه الله في رأس الهرم على رأس البوان، ويسعى العابدون كل سواه على الكاتر فاس للهرم فيوصلوا لعنده، لأنه الله لم يخلق البشر عبثا، خلقهم حتى لهم رسالة، رسالتهم هي الخلاص، تيخلصوا بده يوصلوا لعنده. هلأ على هالأربع صفحات من الهرم هنشبههم الأربع أديان، الأربع أديان هدفيا بيجتمعوا فوق، بس على كل صفحة في ملايين الطرق، يعني كأنه نمل عم بيطلعوا على هاي، كل واحد يخطط لنفسه طريقة بيطلع فيها. لا أنت ولا أنا ولا الدكتورة ولا الأبونا عنا نفس التصور للإله. نعم. ولا عنا نفس الفكرة للعبادة. أنا هون أقول بحرية تصرف الفرد، بس مش بحرية هدفيته. هدفيته واضحة. نعم. رسالته الخلاص بده يوصل له. بس هون ما بحطه ضمن كادرات بتقول. نعم. انه انا صح الفكرة دكتور. وانت غلط. نعم. وضحت هذه الفكره دكتور. ممكن كمان يكون تعليق. مش هدف والخلاص، يعني خلينا نشوف الانسان بتصرفاته، فلسفه الدين انه هيدا الانسان يكون متصالح بين داخله وخارجه ويكون ما عم يأذي. طب نعم. انا لما عم بجي الفكره دكتور جينار صارت واضحه، ولازم ننتقل لنقاط اخرى لانه عم يسبقنا الوقت ومضطره اتوقف مع فاصل. دكتور ما جاوبتني على انه هناك تحريف او استخدام لكلمات. لا هجاوبك عليه، سالتيها انا. نعم. وقت اللي بنقول أنا ماذا نعني؟ نعني الذات ككل؟ نعني الجسد اللي عم نشوفه؟ ولا نعني الروح الخالدة اللي كانت قبلها الجسد وستبقى بعده؟ لما منجاوب على هاي نعرف شو. ولكن بهيدي الروحانيات الجديدة هناك تعاظم أكبر للأنا البشرية. أي أنا؟ أي من هالثلاثة اللي قلت لك اياهم؟ القدرة الباطنية، فيك تعمل شو ما بدك. عم نحكي عن قدرات الروح، الطاقة الروحانية. نعم. الإنسان هو إله، هو الإنسان عنده القدرة أنه يعمل اللي بده إياه. الإنسان هو بعض من إله. هذه تصريحات خطيرة. هو بعض من إله. نعم. الله خلقه هيك. نعم. وعطاه قدرة الخلق على قد ما هو سمح له. جاوبني على سؤالي لانتقل عند أب مرزين. أخذ تعليقك على هيدي النقطة. صار في كتير نقطة. نقطتين كمان. بحكي عن وجود الروح قبل الجسد كمان. أطلب منك تاخد في كثير نقط كمان، مش معلش بس كثير نقط بتنافى كليا مع كل شيء اسمه مسيحي. نعم. يعني رح اخذ وكمان بدي اعلق اللي قلته الدكتوره محترمه. كل وقت اب مرديني بس خليه يجاوبني الدكتور على السؤال. نعم. بالنسبه لسؤالك المباشر على التحقيق، الكتاب المقدس بدي اسمه شقفتين، العهد القديم والعهد الجديد. بالنسبه للعهد القديم انا ما شايفه كتاب يشبه لا الإنجيل ولا القرآن. بس بدي جاوبني بشكل مباشر على جوابه. مباشر، ما هنا مباشر. نعم. بس ما بيصير بنعم أو لا. تفضل. الكتاب العهد القديم هو تاريخ أكثر ما هو كتاب مقدس. وفي مش بشهادتي أنا بس، بشهادة كتير ناس، في مقاطع وفي كتابات عيب تقرأ، عيب تنحط. الملوك الأول
من أوله لآخره فتشت على صفحة قداسي ما لقيت. ببلش سليمان يثأر لأبيه داود بمئة وعشر قتلى مباشرة بيقتله، يتجوز ألف مرة، سبعمائة جارية وثلاثمائة حرة عبرية. وين الحكمة بالزواج هالقد؟ إذا بده يعمل لهم أبال بالنهار ما بيخلصوا. ينتهي بتقديم الذبائح لكهنة البعل لأنه كان في وحدة منهم سورية. وين القداسة فيها؟ وين الحكمة؟ في أشياء عيب. في شيء تاني، الله بالنسبة لنا هو الثالوث الأقدس، نحكي عنه. أنا لا أقل إيمان عن أبونا أبدا، أزيد ولو ما كان فيها مزايدة. الله خلق البشرية وحط لهم قدامهم هدف، قال لهم بدكم تروحوا له. كان محب وغفور ومسامح. بنقرا بيهوى إله جبار، إذا حدا لمس تابوت العهد ومش مكلف أن يلمس تابوت العهد يقضي عليه وعلى عائلته وعلى حيوان بيته. نعم، خليني انتقل عند أبمرديني. بتعطيني وقت لأنه بدي أعطيك وقتك لأنه كل هول الأمور اللي أثارها الدكتور بدنا نجاوب عليها ونوضحها للمشاهدين. طبيعي. أول شغلة خلينا نميز، أنا لما بحكي ككاهن بحكي عن المسيحية، ما بحكي عن الإسلام ولا بحكي عن دين تاني مش شغلتي. لما لك تستضيف شيخ بيحكي عن الإسلام حقك. أنا ما بحكي عن دين ما بخص. نعم. بتاريخ المسيحية كلها دكتورة صار في حقبات بالتاريخ مثل حروب الصليبية اللي من عدة نقطة وسمة عار إذا بدك بتاريخ. بس هاي خليني عم جاوبك ومحاكم التفتيش كل هالنقطة عم بحكيها. 400 مليون هندي أحمر. عم جاوبك دكتور جنار بس فلا. خلينا نعطي أبمرديني. شفتي صرتي بتعملي مثلي هلا. ما أنا عم بتمثل ما عندي مشكلة أهلا وسهلا فيك. ما عندي مشكلة. أنا قلت واستدركت وقلت هيدي وسمة عار، يعني قبل ما أنت تكفي أنا قلت هدول وسمة عار وأعطيت مثل الحروب الصليبية. لأنه التأثير السيء اللي تركته بين المسيحيين بين بعضهم كاثوليك وأرثوذكس وبين المسيحيين مع البقية تأثير سيء جدا، ومش هيدا المسيحية لأنه يسوع كان واضح، وأنا قلت ببداية حديثي نميز بين يسوع كشخص وبين الشرائع والقوانين المنطبقة اللي بتستنسبها لمصلحتنا، ويسوع واضح لما بطرس حمل السيف قال له اردد سيفك إلى غمده، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. والمسيحي كان خياره واضح أن تتشبع بمعلمة ليس من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فداء عن من يحب. تاني شيء أنا كمسيحي ما عندي قومية بمعنى أنا عندي وطن أهم من باقي الأوطان، أنا كل أوطان بالنسبة لي كمسيحي وطني، بس أنا بكل أرض بحطني فيها الله بدي أدسى وحافظ علي وهدي هديته لألي. نعم. لأنه الله حطني بهالأرض لما خلق آدم لحتى أهتم بهالأرض ونميها. فإذا أنا موجود بلبنان بتعني لي لبنان لأنه هي هدية الله لألي، موجود بأمريكا بتعني لي لأنه هي أرض الله حطني لها، لهيك أنا رسول لأنه أنا أؤمن الله حاضر بكل هالأراضي، وكل هالأراضي هي بط الله. الشيء الثاني هون بدي أوصل عند الدكتور، أول شيء أنا كمسيحي لا أؤمن بالتقمص، أي وجود مسبق للروح قبل الجسد، لا أؤمن لا بالتقمص، لا بالتناسخ، لا بالنسخ، لا بالرسخ، ولا بالفسخ، ولا كل هالمشتقات، لأنه أنا أؤمن ساعة بيكون في شروط للحياة ما بين تكوين الجنين الله يضع روح. وهالروح يساوي الجسد ما توب بيلبسه الروح تلبسه بتغيره على حقبات التاريخ. هيدي المسيحية واضحة، روح لجسد واحد، لهيك المسيح رد الروح ذاته. اثنين أنا ما بخلو لأنه الخلق كلمة، في شيء مش موجود أوجد الله، لكن أنا أصنع وأنمي. ما بدي بستعمل كلمة خلق، أنا خلقت لوحة، أنت منين جبت البوية، منين جبت الخشب، ما كلهم موجودين، بس أنت اللي أبدعتها وهيدي موهبة الله فيك، فإذا لا أستعمل كلمة خلق أو أنا فيني شيء من الخلق، هذا حكي بلا طعمي مع احترامي. تاني شيء الكتاب المقدس مانو كتاب سيرة ملائكة بالسماء، هذا سيرة بشر وتاريخهم وعلاقتهم مع الله اللي فيها طلعات وفيها نزلات. سليمان اللي حكيت عنه صلى قدام الهيكل وهي ما حكيتها وطلب من ربنا الحكمة ورغم كل مواهب الله أساء استخدامها، مثل ما أساء القديس بطرس بالعهد الجديد ويسوع صلى له ونبهه وراح نكره قدام خادمة، مثل ما نبه باقي الرسل راحوا نكروه، مثل ما كان بطرس خرب الكنيسة لما استحى لما كان القديس بولس قاعد بياكل مع الامم رحم حاله مش موجود معهم، فاذا هذا تاريخ بشر بضعفهم. نعم. لهيك الزونات الموجودين بالعهد القديم، داوود اللي بص على مرتبه على بتشابع وهداك اللي قتل والثاني اللي زنى، هدول تاريخي انا، لانه اليوم بعد 2000 سنه من تجسد المديح وزياده شوي بعد في ناس زونات الله بيرحمهم، بعد في قتل ربنا عم بدعيهم للتوبه، بعد في ناس ما وعيوا للمسيح ربنا كل يوم عم بوعيهم وعم بدعيني حبهم وصلي لهم واستغفر. مش موضوع النقاش ما في مشكله. خليني جاوبك من هون مع اتصال أبمرديني رح ارجع لكم. مساء الخير.
ناصر من السعودية، مساء الخير. مساء الخير، تحية لك، تحية للضيوف، تحية لأبونا جناب الأب الورع بولس. الحقيقة كلامه رائع ونرجو أن تعطوه مزيد من الوقت. نعم. أنا شايف أنكم ماخذين وقته، يعني سلامنا يا أبونا. ما قاله الأب هو يعرفه الباحث من غير المسيح، يعني غير المسيحي الباحث بعقلانية يعرف الفرق البسيط بين العهد القديم والعهد الجديد، عهد الخصومة والمقاطعة وعهد القتل والشر، وإلا فما فائدة العهد الجديد؟ أنا أستغرب من الأستاذ الذي على يسارك وهو بسن يعني كبير ويظهر أنه باحث متخصص، ولكن فاته هذا الأمر، ولا ينسى أن السيد المسيح بنفسه قال احترسوا سيأتي من بعد أنبياء كذبة. أبونا كان كلامه واضح جلي، فهمناه ببساطته. شكرا. شكرا للاتصال. أبنى بدي أتوقف مع فاصل، بس نقطة صغيرة أبنى، بس ما أطول بشكل سريع، بس بدي أقول بالنسبة للدكتور، بالنسبة للعهد القديم والجديد، يسوع بيقول لم آتي لأنقض بل لأكمل، وقال له لتلميذين عماوس اللي كانوا رايحين وحزينين، فابتدأ يخبر عنه بما هو مكتوب في موسى والمزامير والأنبياء. أنا ما بجيب الغي كلام المسيح، من هون ابتديت حديثي، لا أزايد على المسيح اللي عم تعمل حضرتك. نعم، بدي أتوقف مع فاصل، برجع لك دكتور بعد الفاصل، مضطر أسلم الهواء. بنسى. تفضل بشكل سريع. لحظة صغيرة. اللي أنت عم بتقوله أنا بقوله. هللويا. ما حدا زايد على كلام المسيح اطلاق. في شيء تاريخيا غير مسبق. هل الألفين صفحة هلا اللي بايدنا عهد قديم هن اللي حكي عن السيد المسيح؟ ما حدا قدر يجاوب. منو قال لك نحرفه؟ ما حدا اخترع لي انه الكتاب المقدس له محرف. دخلنا موضوع ثاني هلا. ما حدا قدر يثبت انه هو هن. دكتور شلوك، خلينا ضمن بين الدين والروحانيات، لانه موضوع الكتاب المقدس هذا موضوع بده حلقه ونقاش وبيطلب ساعات وساعات. خلوني اتوقف مع فاصل، نرجع لنكمل حوارنا. مشاهدينا تابعونا بعد الفاصل. منتابع حلقة ليلة من نقطع السطر وعنوانها بين الدين والروحانيات، وضيوفي بالاستوديو الأب بولس مرديني، الدكتور نسيم شلهوب والدكتورة جيلنار وكيم. قبل ما نرجع لحوارنا مع اتصال توني من قطر، مساء الخير توني. توني بعدك معنا على الهواء؟ ايوه بدي روح نطركم. تفضل توني، ومنعتذر انه نطرناك. تفضل توني. هيك خدراحتي. بالنسبة للإشي ولا البرنامج كثير حلو، نقدر نفرجي الفرق بين السيد المسيح والإنجيل والكتاب المقدس والإشي اللي عم تنكتب عن طريق الناس، إنه عم بيكونوا هن متعلمين وفهمانين صحيح، بس كمان تجوز إنه عندهم أخطائهم. مثل هون بالكتاب المقدس بيعتقد عفوا، عشان عم نفسي على الكل بيعتذر. نعم. أوكي. تفضل. الأب مرديني ممكن يقدر يساعدني فيها، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الأب، بأن هكذا المسرة أمامك. فهون أبونا بيقدر يشرح أكثر مني. مع احترامي لكل إنسان، أنا ما عندي مطلع وبقدر كمان أنا فهمان وبقدر أطلع على كثير أشياء. بس كمان في كثير أشياء، في كتب يعني مناش موثقة، في كثير كتب عم نعمل منها أديان غير موثقة، مش متوثقة. ما فيها أي تاريخ، ما فيها أي جغرافيا، فيها فكر معين من إنسان بيعتبر حاله إنه يمكن هو يكون على صح، طيب يجوز يكون على صح، بس ما عم بيوثق الكلام اللي عم بيحدده، بمعنى آخر إنه ما عم يعني ما عم بيعطيني تاريخ الكلام اللي عم يعطيني. بينما الكتاب المقدس يعني فيه ملاحظة، أنا أبونا بيقدر يساعدني، فيه أكثر من 13,000 مخطوطة بتثبت التاريخ والجغرافيا والإشي اللي انحكت عن عن لسان ربنا يسوع المسيح. بعدين في قصيد ربنا يسوع المسيح بالعرض اللي خبرنا بكل هالاشياء بشان نحن نتبعها. كمان نعم. ما قلنا مش نتطيب غيرنا اكيد، بس انما نتعامل مع غيرنا بطريقه وبمحبه اكيد. بس كمان الفكر اللي اعطيه السيد المسيح اعطيه لكل الناس، والتقدم اللي صار بالعالم ككل اعطيهم هالفكر، لانه اعطيهم الحريه.
هذا الشغل اللي انا لاحظته مع احترام للدكاترة اكيد نعم شفتوا عم بتكوكعوا شوي صغير في مكان ما يمكن معهم حق ما بعرف بس اني يعطيهم العافيه. نعم شكرا توني على الاتصال. بدي اتوقف مع الريبورتاج ولكن ابمرديني بشكل سريع، هل بتحب تضيف شيء على كلام توني؟ وبدي ارجع ركز انه حلقتنا ليلى مش عن الكتاب المقدس، حلقتنا صحيح. عم نحكي بين الدين وروحانيات الجديده اللي ظهرت اليوم واللي بتركز على الانا البشريه وعلى التوحد مع اله واحد. بالنسبه كمان مره بحكي حتى يكون واضح للكل، انطلاقا من الانجيل مش انطلاقا من ابونا بولس، انطلاقا من تعليم يسوع. بمثل يسوع لما بيحكي عن مثل الكرامين بيقول واخر الكل ارسلهم ابنه الوحيد. اخر الكل، فاذا بعده في مين يحكي عنه بس مش بياخذ محله، نعم. هي لازم نميزها. لما بيجي شخص وبقول القديس بولس لا يفتخر الحكيم بحكمته، لا يفتخر الغني بغناه، لا يفتخر القوي بقوته، بهذا فليفتخر المفتخر ان يفهم ويعرف الرب، وهذا نعم. اللي كان عم بقوله توني انه فعل التواضع، كثير اوقات حكمتنا وفلسفتنا بتعمل امور بس ما توصل لله بدون التواضع. نعم، خلينا نروح نحن وياكم، رح ارجع لك دكتور جنار، سبقنا الوقت وعندي كثير من الامور لازم تقطع بعد ما تناولناها، خليني انا وياكم والمشاهدين نتوقف مع تقرير جديد بحلقتنا لليله مع ماهر بطيش منسق برنامج بناء السلام في منتدى التنميه والحوار، منتابع سوا شو بيقول. الدين مصطلح مثير للجدل، وفي مسيرة تطور الأديان نجد ثقافات مختلفة تنعكس في ممارسات الأفراد في المجتمعات كافة. مع الأجيال تطور مفهوم الدين مع اكتشاف المذهب الله الواحد، التوحيد الآلهة، وكنا بنعرف كلنا أنه الديانات بلشت بعبادة الأوثان وعبادة مختلف الآلهة، ومنا الأساطير يلي طلعت، بعدين وصلنا للديانات السماوية المعروفة اليوم. طوق الإنسان إلى الله هو قديم بقدم الأزمنة، فمنذ الأزل والإنسان يبحث عن حقيقة تفوق الطبيعة. الحركة التطورية للأديان بتخلينا نحس وكأنه الإنسان يبحث دائما عن حقيقة إلهية، حقيقة تفوق حياته الطبيعية البشرية على الأرض. هالبحث هيدا وصلوا إلى أجوبة بدائية. هالأجوبة البدائية بلشت مع تطور الزمن لحديت ما بلش الوحي عند بعض الشعوب اللي اعتقدت بالإله الواحد وتوحيد الآلهة. لماذا هذه الحركة؟ بيعتبر بعض الفلاسفة والمفكرين وبعض الأطباء النفسيين أنه وجود الله أو وجود فكرة الله أو الآلهة بحياة البشر هي لتلبية رغباتهم وحاجاتهم يلي هني منهم قادرين يلبوها بطريقة طبيعية بسيطة. تتعدد الديانات ويستمر فيضها، فهل تكمل بعضها بعضاً؟ وهل جوهرها واحد؟ لا شك أنه الديانات كلها أخذت من بعضها، إن كان بالتقاليد، إن كان بطريقة الصلاة، ما يعرف المسيحي بالليتورجيا، ما يعرف بشكل الهندسي لمكان العبادة. هالترابط ما بين الديانات بيخلق نوع من تفكير أنه في إرث وتاريخ مشترك. هالإرث ذاته على الصعيد العقائدي والديني منلاقيه ما بين العهد القديم والتوراة والعهد الجديد عند المسيحيين. منجي على المرحلة التي هي تعرف بمرحلة الإسلام. الإسلام بنى ببعض التفكير على إن كان اجتماعياً وهندسياً كنت حكيت عنه، كتابياً على جملة أو جملتين موجودين بالكتاب المقدس المسيح الإنجيل، وطور هالفكرة تيقول إنه اليوم كان في إعلان من خلال المسيحية لقدوم الإسلام. شباب مؤمن منفتح على كل الديانات، فهل لشخص ما انتقاء ما يرضيه من ديانات متعددة ليخلص إلى دين مختلف يخصه؟ الباحث عن الله يبحث عن الحقيقة، والحقيقة بيلاقيها عادة بالإيمان والدين يلي هو بيتبني. اليوم أنا كمسيحي أنا بعتقد أنه الحقيقة هي إيماني وأنا بمشي صوا. هيدا لا يعني أنه أنا لا أعترف بوجود حقائق أخرى بغير مكان، ولكن الحقيقة المثلى أو الحقيقة الكبرى هي تتجسد
بالله يلي عم بتقدم لي ديانتي وإيماني. أما غير حقائق ممكن تكون حقائق اجتماعية، حقائق إنسانية، كيفية احترام الآخر، تقبل الآخر. كل يصر على أن دينه هو الحق، فهل تعدد الأديان خطأ يحتاج إلى التصحيح؟ ليه نحن نسعى عادة إلى فرض الدين الواحد؟ ما بحق لنا نفرض الدين الواحد إلا إذا الشخص اقتنع بشكل معين، البشرية وعيت كلها بين ليلة وتانية أو مع مئات السنين إنه نحن رح نعتنق كلنا دين واحد. هالسعي هو سعي بعتقد إنه هو مبالغ فيه، لأنه نحن رح نضل عنا اختلاف، ولكن لازم وأكيد رح نقدر نوصل لتفاهم على اختلافنا الديني وينعكس على حياتنا اليومية. قبل ما أخذ تعليقكم على التقرير، مع اتصال من السعودية دكتور أحمد. مساء الخير. هلو. مساء الخير، تفضل. أهلا، مساء الخير يا حضرتك. سمعاني أنا يعني سمع صوت يعني ضعيف جدا. نحن عم نسمعك بوضوح. بونسوار ممتير بوليس. نعم. بونسوار للدكتور وضيوفك الكرام. نحن بدورنا بنمس عليك بالخير. أهلا بك يا خانم. الحقيقة أنا يعني رجل عشت تقريبا يعني زمن طويل باحث، وأنا من خلفية يعني سنية كاثوليكية، ولذلك هذا الحوار يعني لا يزعجني. أنا بس عايز أقول أنحو بالحوار يا سيدتي من مسألة الروحانيات والدين. الحقيقة كلمة روحانيات لا تعني يعني عندي شيء. أنا بالأساس طبعا وما زلت إكزيستنشاليست، فأنا أتصور أن الإنسان الحقيقي يتمتع بصفتين، ده من وجهة نظري، ولذلك يجب على أي متحدث أن يحدد مرجعيته. الإنسان هو يجب أن يكون عقلاني لوجيك، ويجب أن يكون مينينغفول. فالإنسان يجب أن يكون ينحو من اللاعقل إلى العقل ويكون لوجيك، هذا ليس يكفي. ماذا يقول العقل في هذا الإطار؟ دكتور أحمد، ماذا يقول العقل في هذا الإطار؟ ما أنا هقول لحضرتك، أنا أتصور الأهم من العقل الحقيقة. أنا بتصور حينما أنا أفكر في مسألة الروحانيات والدين، أنا أتصور أنا كإنسان، أنا أمامي ما سماه الفلاسفة الوجوديين، وأنا طبعا أؤمن بهذا، أن هناك ultimate concern، هناك هموم نهائية، الموت، الحرية، العزلة، اللا معنى. إذن أنا ما يحكمني يا سيدتي أن الحياة هي interval between two certainties، أنا عندي life وعندي death. نعم. إذن ده يطرح علي أسئلة لكي قبل أن أدخل في هذا، لأني أنا ما أقدرش أفهم يعني إيه روحانيات، وما أقدرش أفهم يعني إيه دين، أنا عايز أفهم الحاجات دي. فأنا رحلتي في الإيمان يا سيدتي كانت رحلة طويلة، إلى درجة أن أنا يعني ألفت دين جديد بشري يعني، أو دخلت في هذا الموضوع في Old Lost، في Old New Testament، أنا عملت بقى The Lost Testament. المهم حضرتك، كان علي أن أجيب على أسئلة. Who am I؟ Who's God؟ من أنا؟ What's the meaning of life؟ نعم. هل الإله هناك حتمية لوجود إله؟ أم أن وجود إله هو ميكانيزم نفسي؟ فالحقيقة دور العقل يا سيدتي. ماذا وجدت دكتور أحمد؟ ودي أطلب من حضرتك بس ولو باختصار بشكل سريع، ماذا وجدت بعد ما طرحت كل هالتساؤلات؟ على فكرة يا هادم، نعم، أنا مش سامع، أنا آسف، أنا مش سامع حضرتك خالص على فكرة. بعد كل هذا البحث ماذا وجدت دكتور أحمد؟ عم نعم تسمعني؟ بدي أطلب من حضرتك بس تسمعني، بعد كل هذا البحث ماذا وجدت؟ أنا إلى ما توصلت؟ أنا توصلت حضرتك، وطبعا عندي كلام كثير، بس أنا توصلت إلى الإيمان برب المجد يسوع المسيح وأنه مخلص. أنا بس الحقيقة يعني لست ضد الإخوة اللي معاكي، يعني عندك ابن عربي رجل هو كان مسلم وهو سبب دخول الإسلام في فرنسا، ابن عربي يقول
كنت قبل اليوم أنكر صاحبي ما لم يكن ديني إلى دينه داني، ولقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورة، فكعبة طائف وبيت لأوثاني. واستطر الحقيقة في القصيدة بتاعته إلى أن وصل إلى يعني آخر بيت: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يعني الحقيقة الإيمان يعني الدين هو سيستم، الإيمان هو أعمق من الدين. وأنا أرحب بالإخوة الضيوف وأقدر يعني مع اختلافي معهم أقدر الكلام اللي هم بيقولوه. ويحلك حضرتك البيت كف أقول لحضرتك آخر ثانية بشكل سريع: الحلاج وهو رجل كان مسلما قال بيت: كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند عموم المسلمين عظيم. نعم دكتور أحمد، شكرا لمشاركتك ولاتصالك. أب مرديني، هل بتحب تعلق على بعض النقاط اللي تناولها دكتور أحمد؟ أول شيء الإيمان المسيحي، بحكي كمان بهالنقطة، ما بينفي دور العقل. وبالكنيسة كان في خطين بمدار التاريخ، في كان مبدأ يقول أؤمن لكي أتعقل، أنا بآمن لأفهم، وكان في مبدأ تاني يقول أنا بفهم لآمن، والاثنين الكنيسة احترمتهم، فإذا الكنيسة لا تلغي العقل، لكن الكنيسة بتقول في حدود للعقل ما بنقدر نتخطاها إلا بالإيمان. أنا بالعالم ما بعرف شو في وراء الموت، لأنه مش رح أكون بفكر بعلاقتي بعد أنا ميت. بالوقت ذاته أنا اليوم بعيش بحياتي أشياء ما بقدر بحددها عقلياً. إذا أنا بسأل ولد لأمه قديه بيحب أمه، ما بقول لي بحبها 3 كيلو، أنا 3 كيلو بتنزان، ما بقول لي بحبها 50 سنتي لأنه بقدر باخذ اللي بحبها هالقد، بس شو كلمة هالقد؟ كلمة نسبية لحبه لإلها. فإذا في كثير أوقات أنا أستعمل أشياء ما بتحدد بالعقل، تبقى ما بعد العقل بس أنا بحاول أفهمها. من هون عندنا قصة القديس أغسطينوس وقصة اللي حاول يفهم الثالوث والصفدي وغيره، فهذا يقول لي الله أكبر من العقل. ومن هون يسوع المسيح بيحكوا طرفة صغيرة عن القديس بطرس. القديس بطرس قال سأله الرب، قال له يا سمعان ابن يونا ميني انا؟ شو بجاوبه القديس بطرس؟ بيقول له للرب يعلموها باللاهوت، قال له انت المسيح ابن الله، انت الاقنوم الثاني من الثالوث، انت المتجسد قبل من بالزمن من العذراء، انت الموجود قبل الزمن. قال له المسيح بطرس شو عم بتقول؟ قال له هذا اللي علموني اياه، بس انا بحبك. فاذا الكنيسه ما انا مجرد ترداد عقلاني، هي حياه واختبار. وإذا أنا ما بدي أفهم إلا مثل توما، إذا حطيت إيدي لآمن مش غلط. بس يسوع ما ننسى شو قال له لتوما: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين لم يروا وآمنوا. وخلينا ناخذ اختبار أليكسي كاريل، هذا بظنها شخصية عالمية ومعروفة. نعم دكتور جيلنار، بدي أطلب منك تعلقي على التقرير، وكان عندك نقطة بدك تعلقي عليها تناولناها. يعني المشكلة اللي عم بيصير بالحوار انه دغري عم نروح على المساله الدينيه، وانا المساله الدينيه هيدا منا شغلتي، انا بجي بحلل تاثير الدين على الناس. للاسف كثير احنا عم نشوف انه كل ما بنعطي راينا انه نحن متوقعين، انه اول شيء انا والدكتور كثير مختلفين براينا، واول شيء مش نفس الدومين نشتغل فيه يعني. نعم. والاختلاف جيد، يعني الاختلاف منه شيء سلبي، بالعكس. نعم. الاختلاف هو غنى، جسمنا كله مختلف، عيوننا وكل وظيفه بتكمل. خلينا نفوت على صلب الموضوع دكتور جنان. ما بدي اعلق بقى على اللي عم بيصير، يعني صار مثل هيك حديث عم بيكون كثير سطحي ومش هيدا الهدف ومتقوقع، وصير واحد مثل خايف انه اذا انا منا شغلتي، انا شغلتي احكي هون. كثير مهم نميز بين شغلتين: الدين الشعبي والدين النورماتيف او الدين القانوني. في قانون بالدين، اذا عم نحكي اليوم عن الدين المسيحي او عن اي دين، بيبقى في قانون بالدين، ولكن الناس احيانا تتعاطى مع الدين بشكل مختلف، يلي بيدخلوا الخرافات والروحانيات وكثير قصص ثانيه. هيدا اسمه الدين الشعبي والايمان بالكتيبه وما بعرف شو، يعني هيدا القصص اذا بنفوت بعمق الدين كثير من الاحيان ما بيعترف فيها، لا بل هي تتناقض مع مع مع, مع فلسفه الدين. فكثير مهم نميز كمان الناس كيف تتعاطى، وهون شغلنا كعلماء اجتماع نشوف ليه الانسان بيبحث كمان عن اجوبه من خلال الكتيبه ومن خلال العين ومن خلال شيء ثاني. دائما الانسان يحاول ان يسيطر، لانه هو خلقه الله مع عقل اكثر، فبيجرب انه يسيطر. لما ما يقدر يسيطر بالنسبه لكثير قصص بيلجا لوسائل ثانيه واحيانا تتناقض مع الدين. نعم
النقطة الثانية يلي حكيت عنها وكثير مزبوطة، عقلنة الدين يلي حكي عنها كثير ماكس فيبر، ومش أنا عم بخترع شيء من عندي، إنه الدين كان كثير عاطفي وكان كثير بالماورائيات وكان كثير أحياناً يعطي أجوبة منا واقعية. عقلنة الدين مسألة كثير ضرورية، وهون فينا نقارن المجتمعات اللي بتتعاطى مع الدين بعامة مثل مجتمعاتنا وين هي، والمجتمعات يلي عقلنة الدين من المجتمعات الغربية مع أخطائها قدرت توصل لتطور كتير أكبر، لأنه صار التركيز على تطوير الإنسان كإنسان والعدالة الاجتماعية اللي قدرت حققتها ويلي للأسف نحن كتير بعاد عنه. نعم دكتور شلهوب، حكيت دكتور جيلنار أنه الإنسان بحب يسيطر، ولما ما يقدر يسيطر بيلجأ للدين، وكان ماهر بالتقرير قال أنه وجود الله هو حاجة عند الإنسان، وكأنه عم بيقول أنه الإنسان هو اللي أوجد الله. شو رأيك على التقرير وعلى الحوار اللي عم بيصير؟ سبق وحكينا بطريقة من الطرق عن هالكلام. التقرير مع تأييدي ل 90% من الورد بالتقرير، ومع تأييدي لكلام أبونا الأخير 100%، في عندي هيك بعض الملاحظات. تفضل. الإنسان رد فعل على ضعفه ومعرفته لضعفه يظهر وكأنه يريد السيطرة. على مين؟ له مسيطر على حقيقة ولا على معرفة؟ وهلا من شوي قلت لك شو عنوان الكتاب اللي آخر شيء أنتجته، غريبة هذه الدار. تقول عنا غريبة يعني من يفهمها. نحن فيها ولا نعرفها، زيادة بالإقرار إنه نذهب منها ولا نعرفها. اللي بده يسيطر بده يكون صاحب معرفة، بده يكون صاحب علم. نحن نعترف أنه علمنا منقوص، والحد هلأ لا نستعمل من الطاقة الدماغية الماتيار جريز اللي قادرة على التفكير أكثر من 1.5%. أينشتاين مع كل لمعة الذكاء تبعه وصل ل 8%، فبعد في 98.5% كامن في عقل البشر، معدي لأمتى؟ معدي لملايين سنين لقدام، ليصير الإنسان يفهم أكثر ما هو بيفهم هلا، ويسعى وراء حقيقة يلي هي الله يعرف عنا أي شيء. نعم. هلا بالنسبة لرسالة الدين، رسالة الدين في رسالتين: السعي إلى الخلاص وعبادة الله. هل تختلف الأديان بهالرسالتين؟ هل في دين يدعو إلى الخلاص والتاني يدعو إلى جهنم؟ هل في واحد يدعو لعبادة الله والتاني بيقول لا ما بدنا نعبد؟ هذه الأديان السماوية المعترف فيها تقول كلها برسالة واحدة. مشان هيك أنا لما استعملت أنه أدعو إلى دين، إذا عم تحكي عن إيجابية تعدد الأديان؟ إيه إيجابية تعدد الأديان طبعا. ما في أنا يعني. ما في أنا بخر لديني وقول التاني ما بيسوى. ليه؟ عم بسألك. ايه انا عم بسأل هيك للمطلق لكل اللي عم يسمع. ما بقدر اقول انا اخلص وحدي، ما حدا بيخلص وحده، كلنا سوا عنا نفس الهدف. الطريقة بالنسبة لي غلط، بالنسبة لفلان صح. في شيء كمان اسمه تزحلق الحقيقة. سنة 1610 لما حكي جاليليه بمنظاره الشهير قال انه الارض هي اللي عم بتدور، الكنيسه حطته تحت الاقامه الجبريه. نعم. حكموه بالاعدام ورجعوا شالوا عنه حكم الاعدام، هو كوبرنيك. نعم. لك يا عم كيف بدك تبرم الارض ما بكب علينا المي؟ لما بنفهم الحقيقه، وهيدي ما اعطينا ان نفهمها اليوم وبكره، عندما يسمح هو ربنا امتى نعرف؟ بيكون لازم نعرف. هل هناك حقيقة واحدة؟ الله اسمحي لي؟ نعم بشكل سريع بدي رد على الاثنين. بعتذر انه عم بستعمل هذا التعبير كثير، ولكن سبقنا الوقت وبعد في عندي تقرير. موضوعك طويل. نعم. بحد ذاته. اول شيء انا معك بالمية مية دكتورة بقضية المعتقدات. لا انا ماني عدواني اساسا، بس انا بغار على ايماني لنميز بين مثلك نحن كمان. انا بحكي عن حالي ما بحكي عن غيري. لهيك انا بتكون عم تحكي شيء مضبوط، ما عندي مشكلة ايدك. لا نميز بين المعتقدات. لا شو يعني لما تعتبر انه عم بحكي شيء مختلف بيكون مش مزبوط؟ لا بقول رايي هذاك الوقت، مش معناته لكن مش مزبوط. لكن خلينا نستعمل المرادفات بمحل. خلينا نجاوب. لما بتقولي شيء انا مش مقتنع منه خلال انجيلي، بقول انا مش هذا انجيل بعلمه، بس لما بتقولي شيء صح ما بتنافى مع انجيلي بحترم رايك. بس مع الاخير كل واحد عنده حريه يعبر عن رايه. بليز ما نستعمل كلمه صح وغلط، لان هيدا الغاء للاخر وانا ما لغيتك. انا مش عم بلغيك، انا عم بقول لما عم تحكي برات انجيلي بدي اقول هيدي مش انا مش شغلتي احكي بالانجيلي. دكتور جنار عم بقول لك انه هيدي هو وجهه نظره. انا عم بقول لك وجهه نظر. لما انت تحكي برات اللي بقوله يسوع بالنسبه لي غلط،
معناتها مش عم بنتقدك او عم برفضك، بس عم بقول انا بالنسبه ليسوع عم تقولي غلط، ما فيك تقولي لي صح، هذا رايي. نعم. هلا خليني اوضح الفكره. بالنسبة للمعتقدات الشعبية أنا معك بالمئة مئة، وأنا كل برامجي محاربة لهالمعتقدات الشعبية بما فيه الرقوة والإصابة بالعين واللي بيجي بعلق صرماية وبيجي بحط صليب وبحط الصرماية برا، كله هدول ضده لأنه ما له علاقة بالدين. صحيح. واللي كل ما بشوف شخص للعذراء برقد لأنه رشحة زيت وبنسى الأهم، أنا ضده. صحيح. وأنا مشان هيك قلت بقدر أقول اسم التلفزيون بظن ما في مشكلة، تلفزيون ديني، أنا قلت على تلمير اللي بحط صرماية لتحميه بده صرمايتين ليوعوه، قلت على الهوى يعني ما عنديش مشكلة. نعم. فإذا في كثير أشياء أنا ماني ضدك بهالقضايا لأنها ما لها علاقة بالإنجيل ولا بيسوع. بالنسبة للي قاله الدكتور هون في عدة نقط بدي أوقف بطريقة سريعة. أنا لما بقول الخلاص بيسوع ما عم بعطي رأي شخصي، عم بعطي رأي يسوع المسيح، وأنا بالنسبة لي قلتها من بداية الحلقة لا أزيد حرف على اللي قاله يسوع، وهو اللي قاله. قال بزيد حرف او بنقص حرف اسمه يشطب، هذا كلام المسيح بالنسبه لي انا مش قصه منزل، انا عندي اقدس ما يمكن هو كلام يسوع ولا ازيد عليه. فاذا لما بقول خلاص بيسوع حددت انا مع المسيح، ما انا كشخص بتسميه دين سما وتسميه الكل، هذا ما بيعني اذا انا بقول مع يسوع انتهوا الانبياء، ما عاد في انبياء بعده، مش معناته انا عم بقول له للمسلم ترى على جهنم، ولا عم بقول للي بيؤمن على ذوق ويعيش على ذوق ترى على جهنم، استغفر الله اللي بيدين، خليني كفي الله اللي بيدين. بس انا بالنسبه لي بعد يسوع لا يوجد انبياء، بكل بساطه الانجيل واضح فيها، هيدا ايمان، هذا ايماني، وهذا يسوع اللي قاله. من هون لما بيجي بقول انا كلنا نحن رايحين للخلاص، بمين الخلاص؟ نعم. لا خلاص الا بيسوع المسيح، اعطي بالسماء والارض وتحت الارض. نعم. القديس بولس واضح، اعطي سلطان لتدسو لاسم يسوع كل ركبه من ما في السماء وعلى الارض وتحت الارض ويعترف كل لسان بان يسوع رب لمجد الاب. نعم. اب مارتيني معنا ما اتصال، ما بيعجبك اي حقيقتي. نعم مع اتصال بس تما نطر على الهواء كثير. معي عبله من الاردن، مساء الخير عبله، عم تسمعينا؟ صرتي معنا على الهواء، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ يعطيكم العافيه. نشكر الله. النقاش كان ثري جدا وحلو واحنا حابه بس هيك تعليق صغير يعني. تفضلي. هلا الاخوان اللي الدكتور بسيم والدكتوره قنار بيحكوا بموضوع علماني وبيحكوا بموضوع ما له علاقه بالدين، والابونا عم بيحكي موضوع ديني بحثي او كتاب مقدس روحي، فهذا يعني مش عم بتجاذبوا او مش عم بيكون هارمونيه بيناتهم. نعم. فهذا إشي بياثر على النقاش يعني، مش معطين مجال للخوري او ابونا الخوري يحكي بالشكل الصحيح، فهو كل وجهات نظره كتابيه مش عم بيحكي إشي من عنده. نعم. شكرا عبله على الاتصال. دكتور شلهوب. انا مع كل ما تفوه به السيد المسيح كلمه كلمه. هللويا. الاختلاف ياتي من فهم مختلف للذي قيل على السيد المسيح. بدي اسال ابونا بس، الخلاص بيسوع؟ نعم. من فينا نقول وما من خلاص الا بيسوع؟ نعم. ما في خلاص الا بيسوع. فاذا انت عم تقول انه باقي الاديان ما لها طعم. ما قلتك انا. انا شرحتها من شوي. أنا سأل. نعم. هيدي الفكره كانت نوالا الابمرتيني، ما بدنا نرجع لا بعد اشكاليه حكيتها وضحتها. نعم. قلت يسوع ما نو اسم انا مسيحي بحمله. نعم. لا ادخل السماء. وضحت ابمرتيني الفكره. عم نرجع نكرر حالنا. لا لا، في يقول وما من خلاص الا بيسوع. هل نستطيع ان نلغي كل الاديان؟ ما عم بلغي، ما انا جاوبتك. هو لم يلغي الاديان. عم نقول ما من خلاص الا بيسوع. جاوبتك نعم. يعني كل باقي ما في خلاص. ما قلت هيك انا، بعدك عم تقولني غلط وعم تشرحني غلط، وانا شرحت من شوي. برجع اشرح مره ثانيه، ما عندي مشكله بس شرحت. شو بتعني وما من خلاص الا بيسوع؟ رجع جاوبه بشكل كثير سريع أبداً. انا قلت يسوع ما نو اسم بحمله مسيحي وبعيش عكسه. والقديس بولس قال ان اسم الله يجدف عليه بالامم بسببكم. انا كل مره بعيش المحبه. خليني كافي، ما بدك تسمعني طيب؟ شو عليها؟ خليك ما عم بجاوبك، ما بدك تسمع سؤالي؟ كل مره بعيش المحبه، بعيش عمل يشبه عمل المسيح، بالنسبه للتضحيه والعطاء الاخرين، انا اقرب للمسيح من المسيح اللي حمل اسم دون عمل، جاوبتك يا بس يسوع هو الاساس بكل شيء. نعم. خلونا نروح لاخر تقرير بحلقتنا لليله مع دكتور مارتان، منتابعه سوا. مهما اختلفت التعريفات ومهما تكاثرت الآراء، لا شك أن ظاهرة الروحانيات بدأت تستحوذ على اهتمام الكثير من الناس. بهالتقرير رح نبدأ من السؤال التالي،
هل انتهى عصر الدين مع انتشار ظاهرة الروحانيات؟ الإجابة مع دكتور مارتن عقاد. عالمياً منشوف أنه بالعصر الحديث الدين خف من أهميته، ولكن بما بعد الحداثة بأيامنا هيدي في عطش جديد للأمور الروحية بالغرب. بالعالم العربي الحداثة دخلت بمادياتها، كأنه فينا نحكي حتى أنه بالثورات العربية مؤخراً آخر سنتين ثلاثة صار عنا هالروح الحداثة دخلت على البلدان العربية بالتمرد على السلطة، رفض السلطة يلي بتحاول تكبت المجتمع. والملفت انه هالحركة هيدي او هالثورة هالروح الجديدة اللي دخلت المنطقة جابت معها مستوى جديد من الرفض للمؤسسة الدينية. ما يتفق عليه أن الروحانية هي التركيز على الأمور الروحية والعالم الروحي بدل من الأمور المادية أو الأرضية، ولكن هل تقف الروحانية عند هالحدود؟ بالغرب منلاقي أنه في أشخاص ما بيعتبروا حالهم منهم منتمين لأي دين مؤسسة لأي منظمة دينية، ولكن بيعتبروا حالهم روحانيين. وإذا بتعطيهم استبيان يمكن بيقولوا نحن روحانيين، بس نحن ولا مسيحيين ولا مسلمين ولا هندوس ولا بوذيين يعني. ولا أنا برأيي خفيفة، هالتيار الروحاني اللي بيتخطى المؤسسة الدينية نوعا ما هو جاي من تأثير الغرب. وهل تسعى الروحانيات لتأليف دين جديد؟ المسيح ما دعا لتأسيس دين جديد، المسيح ما بعمره أسس المسيحية، المسيح ما كان مسيحي، ننسى هالشيء أحياناً. هو فكرة الروحانية هي تحدي للدين المؤسسي. فهلأ طبعاً ممكن يرجع يوقع بنفس الشيء اللي عم بينتقده ويأسس مؤسسة. وبرأيي بالكتاب المقدس إذا دخلنا بتعليم الكتاب بنشوف انه في تيار دائما بيتحدى الدين المؤسساتي اللي هو التيار النبوي. رأيي مبني على مفهومي لمشيئة الله انه الانسان ما يكون متدين، ولكن يكون عنده رغبة للقاء الله. بدي أشكر دكتور مارتان على الروبورتاج. دكتور جينار بشكل سريع، في العديد من النقاط أكيد كان بهمني أطرحها على حضرتك وعلى دكتور شروب وأب مرديني، ولكن سبقني الوقت. بشكل كتير سريع بدي مني كلمة أخيرة. تنرجع على مسألة أهمية عقلنة الدين. العالم العربي تعاطي مع الدين كتير منخوف الناس بالدين، إنه هاي كلمة الله وما فيك تناقش وما فيك تفكر. ما الإنسان عنده عقل كمان تيفكر تيطرح أسئلة، وطرح الأسئلة مسألة إيجابية. نحن منتعاطى مع الدين بهيدا الطريقة، وهيدا بتنعكس بحياتنا اليومية بطريقة كتير خطيرة. قمع المرأة بالعالم العربي مرتبط مباشرة بالدين، لأنه الدين بيجي بيقلها للمرأة أنه الطلاق ممنوع. إذا أنت بدك تبقي مع زوجك حتى إذا كان عم يضربك، إذا عم بيهينك، إذا عم بيبهدلك، فهي بتعتبر حالها غير مؤمنة إذا بدها تطلع من هيدا الإطار. والعائلة مسألة كتير ضرورية تنفهم تركيبة كل المجتمع. الثورات مسألة كتير ضرورية. الثورة الفرنسية كانت عظيمة لأنه صارت على اللا عدالة. الثورة البولشفية كانت عظيمة لأنه صارت على اللا عدالة. والمسيح كان سائر كمان على اللا عدالة. من هون أهمية عقلنا مسألة كتير ضرورية، وخلي نعم. علاقتنا مع الله خليها مباشرة، مش كل الوقت نقوله للإنسان لا في مين رح يحاسبك، تركه الله يحاسب. نعم دكتور شلهوب، كلمة أخيرة بشكل كتير سريع. بالنسبة للروحانية أنا برأيي أنه بعدها منا واضحة، لم تتمذهب، لم تتقونن. في عدة آراء تنتمي إلى الروحانيات،
بعد مش واضح لوين رح تاخذ الانسان. لا ايه مش يعني مبادئها 1 2 3 هدفيتها اسلوبها طيب مش واضح. تتوقع لها مستقبل؟ ايه عم بيحاولوا الى مستقبل. انا المستقبل ما بعرف. نعم. بالنسبه للروحانيه كتحدي للدين ما بعتقد انها تحدي. هي نوع من السعي نحو الحقيقه. مش ضروري تحط راسها براس الدين وتقول انا عم بتحدى الدين. ولا سمعت حدا من اللي عم بيحكي روحانيات قال انا عم بتحدى ديني. ولكن من ضمن الدين. تهدد الدين؟ لا من ضمن نعم. الدين وعم بيبدي راي. احسن شيء عجبني بالتقرير هو لما قال مش مهم انه نكون دينين او متدينين، المهم الرغبه الى لقاء الله. نعم. هيدي يعني السعي نحو الخلاص. هيدي هي مشيئة الله لنا. اللي كنت عم بحكي من الأول. نعم. الرسالة اللي خلقنا مشانها. وهذا أحلى شيء باللي سمعته بالتقرير اليوم. نعم. الدكتور نسيم شلهوب والدكتورة جيلنار وكيم، شكرا لحضوركم معنا. كان في العديد بعد من الأسئلة حابين نطرح عليكم، ولكن لضيق الوقت وكان عندنا عدد كبير الليلة من الاتصالات، بدي أشكركم على حضوركم المميز لليلة. فعلا كان حوار ساخن. نتمنى لقاءكم بحلقات مقبلة. مشاهدينا، أنا والأب مرديني بنلتقى بعد الفاصل معكم بفقرة المواجهة، تابعونا. نحن بنشكركم. نرجع مشاهدينا للقسم الأخير من نقطع سطر مع فقرة المواجهة. أب مرديني، بهالفقرة رح أطرح على حضرتك 5 أسئلة، معك 30 ثانية فقط للإجابة على كل سؤال. بالمقابل المشاهدين بانتظار إجابات مقنعة. لحظات ومنبتدي. إذا كانت المسيحية ليست دين بالمفهوم الكلاسيكي، لماذا تعيش الكنيسة دور المؤسسة؟ لأنه الكنيسة وقت بتبتعد عن مؤسس الرب يسوع المسيح وبتعيش حسب تعليم البشر وإرضاء للناس. كيف بتواجه الكنيسة تلك الروحانيات وتعاليمها التي تتناقض ومفهوم الخلاص في الكتاب المقدس؟ بيعيش يسوع المسيح بطريقة أعمق، بطريقة شاملة أكثر وبوضوح أكثر. ألا يعتبر التوجه الكثيف لتلك الروحانيات ردة فعل على ضعف ما في الكنيسة؟ أكيد، وبيدل على أنه عم نظهر ضعفنا ووجنا البشري أكثر ما عم نظهر الله بطبيعة تجسده بحياتنا وعملنا. إذا كان كل دين يملك حسب رأيه الحقيقة المطلقة، ما فائدة الحوار بين الأديان؟ ما في دين بيملك الحقيقة المطلقة طالما اللي عم بيحكيه هو أرضي. اللي يوحنا المعمدان بقول اللي من الأرض كلامه أرضي واللي جاي من فوق كلامه سماوي. لهيك بالنسبة لنا بتقدر تشوف البيت من كل زوايا، بس ما بتعرف داخل البيت إلا اللي كان بالبيت. الابن الذي في حضن الآب هو أخبر، وهالشي ما بيعني التعالي على الآخرين، بيعني نظرة شاملة لفهم الآخرين. أي هو أفضل برأيك، أن تكون مسيحياً على بطاقة الهوية أم في القلب؟ لا أفضل أكيد بالقلب، لأنه إذا بطاقة الهوية دون ما عيشها بتكون دينونة. اسم الله يجدف عليه بالأمم بسببكم، قول الديس بولوس. الذي ينهي عن القتل أتقتل، الذي ينهي عن السرقة أتسرق. لشو معنات مسيحيتي إذا مجرد اسم على تذكرة؟ فضل كون يا حار يا بارد، بس نعم. ما كون فاتح. أب مرديني، بختام حلقتنا بدي منك كلمة سريعة توجهها للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. أول شيء بدي أشكرك وأشكر هالقناة المحترمة اللي استضافتنا اليوم. كنت حابب بوجود الدكتورة أقول جملة. حكت على الثورة الفرنسية، وهيدي أولى بالخلاصة، لأنه حققت العدل. أي عدل حققته بقتل الآلاف الرهبان والرهبات. صحيح يمكن تخلصت من ناس فاسدين بالحكم، بس حطت ناس مستبدين وقتلت آلاف الناس. ويسوع واضح، كل شيء يبنى على العنف ما بيكون ناتج عن خلاص. نعم. لهيك يسوع ما طلب من الآب السماوي ملائكة دافع عنه، بذل ذاته. من هون بتمنى بنهاية الحلقة اللي حضروا شافوا كل هالمناقشة يعرفوا شغلتين، بأنه يسوع المسيح لا يستثني أحد من محبته، وهذا اللي قاله بالإنجيل، بيكون بالسماء يشرق شمسه على الأشرار وعلى الصالحين ومطروا نعم. للكل. والشيء الثاني اللي بدي أقوله، أنا ككاهن مسيحي ما بكن أي عداوة وقلة احترام لأي إنسان، لكن لا أساوم بمسيحيتي لأرضي أي إنسان. أب بولس مرديني، شكرا على حضورك المبارك معنا لك. بحلقتنا لليلة. مشاهدينا، بالختام الرب يسوع دعانا إلى مائدة أبيه السماوية بأسلوب واضح ونهج واضح. لذا دعوتنا لاختبار المسيح مش فقط للسير على أقواله، للحق والحياة طريق واحد، طريق الرب اللي ما وعد إنها رح تكون سهلة، ولكن منتهيها أكيد
واضح. حلقتنا لليلة انتهت، تصبحوا على ألف خير.